سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. يتم استهداف أنظمة VMware ESXi بشكل متزايد، وأحدث التأكيدات على الاهتمام المتزايد للمهاجمين ببيئات VMware ESXi هما نوعان مختلفان من برامج الفدية التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة وبدأت في ضرب الأهداف في جميع أنحاء العالم. ثغرات موجودة في جوجل كلاود وديف سايت وجوجل بلاي تمكن المهاجمين من تنفيذ هجمات كروس سايت سكريبتينج، الأمر الذي يتيح الاستيلاء على الحسابات. واكتشفت سكيور لابس عملية قائمة يطلق عليها دوكتيل، تستهدف الأفراد والمؤسسات التي تعمل على منصة فيسبوك للأعمال والإعلانات. سايبر سيكيورتي بارك، نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.